احنا والله بقالنا فترة بنسعى ان احنا مصرحنا يكون مجهز باحدث الاجهزة التقنية الحديثة. ويعني مش مطلب شخصي، هو المفروض مسرح الطفل في اي مكان يبقى كده، لانه بيعتمد اول حاجة على الابهار والاهانة. انا عشان اقنع الطفل ان قدامه ده مكان حقيقي، او ان قدامه دي مركبة فضاء، او ان احنا على كوكب فضاء، او ان احنا في غابة، او في اي مكان من اللوكيشن اللي بتعمل على المسرح، ما كانش اللوكيشن ده المعمول مقنع بالنسبه له مش هيصدق. الاقناع ده بيتأتى عن طريق حاجات كتير جدا، عن طريق الملابس، وعن طريق الديكور، وعن طريق بقى الاجهزه اللي هي المؤثرات الصوتيه والاضائيه. يعني ان انا في محتاج برضه لسه على فكره كتير اجهزه السحاب، ومحتاج اجهزه كتيره جدا ناقصاني، بس احنا بنحاول زي ما بنقول ان احنا على قد امكانياتنا بنحاول نعمل. بصراحه الاستاذ اسماعيل مختار من ساعه ما جه وهو بيولي اهتمام كبير بالمسرح الطفل، وحاول على قد ما ربنا يقدرنا. يعني احنا مسرح اطفال المفروض اهم عن جهاز عندنا موفينج هيد، ما كانش عندنا الموفينج ده، فالحمد لله قدرنا ان احنا نجيب جهازين، وبنبدا برضو الحمد لله واحده واحده كده ان احنا ايه نستكمل الحاجات اللي ممكن تكون عرض للصغار والكبار. عرض بيناقش حاجه جميله جدا، بيناقش قضايا في البلد برساله للطفل. هي طبعا انت عارفين اسماعيل اصلا قصه معروفة قصص من قصص ديزني. انا كنت حابة اسمها قوي لانها لم تتناول في مصر خالص، اول مرة تتعرض في مصر، فحابة ان انا رواية جديدة بحق الشرفة بقضية او متناول فكري متماشي مع المشاكل بتاعت بلدنا. ويعني انا بحيي استاذ محسن ياسر ان هو في كتابته وعمل الموازنه دي ما بين الطفل وما بين مشاكل المجتمع، وان هو يعمل موازنه كمان ان هو يحاكي الصغير والكبير، ما يبقاش مجرد انها حدوته للاطفال بس. يعني احنا راعينا انها تبقى مسرحيه جميع الاعمار. طيب بشيء فكره والله بدات لما كان في عرض هنا من ديزني جاي يعرض الصاله المغطاه، فرحت عشان احجز لاولادي، لقيت التذكره اقل تذكره ب 400 جنيه واكبر تذكره حوالي 2500، وارش كومبليت محجوز الاسبوع، جاني عرض اسبوع بس هنا مش رحت احجز لاولادي فما عرفتش. اولادي زعلوا جدا، قالوا لي يا بابا ما عرفتش تحجز لنا في المسرحيه دي بتاعت ديزني، قلت لهم عشان نوعيه المسرح ده مش موجود عندنا، مش موجود عندنا خالص، ما حدش بيعمل ديزني خالص عندنا. قلت لهم طب انا ان شاء الله اتضايقت غيرت منهم، قلت طب انا هعمل حاجه للاطفال ديزني. فالاستاذه مروه كان عندها فكره ان عايزه تعمل العرض اصطناعي، فجت كلمتني فقلت لها انا عندي نفس الفكره على فكره. قالت لي طب ايه رايك نعملها مع بعض؟ قلت لها اوكي. كلمنا الاستاذ اسماعيل مختار رئيس البيت في المسرح، الاستاذ حسن يوسف المدير العام هنا، وبوليو قصدي تكتب ده، قلت لهم اوكي اكتبه وهكتبه ان شاء الله. ابتدينا بقى اول خطوه ان احنا نعمل عرض ديزني اقل باول مره في مصر، اول مره في مصر والعالم العربي اصلا في عرض سنو وايت ديزني انتاج عربي يعني. والحمد لله رب العالمين حاولنا بالامكانيات البشريه يا رؤى، مش الامكانيات الماديه، احنا الامكانيات الماديه عندنا هنا ضعيفه حبتين ثلاثه بس احنا بسم الله ما شاء الله شفنا يعني في حاله هارموني كده موجوده بين الاضاءه والموسيقى والديكور والملابس، ابتدينا نشتغل على كل عنصر من العناصر دي بحيث ان احنا نوصل أو نقرب للشكل العالمي يعني. واعتقد الحمد لله رب العالمين من خلال الفرجه والجمهور الحمد لله كامل العدد، الحمد لله والشكر لله من ثاني يوم عرض كامل العدد لغايه دلوقتي قدرنا ان احنا نقرب شويه من عروض ديزني، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان تستمر السلسله بقى بتاعت عروض الاطفال. اصلا في الاول في بدايه العرض خالص هنا كان الاستاذ مرسوم والاستاذه مروه كانوا مكلميني على اساس ان انا مرسوم من السيارات بتاع العرض، انا جاي اصلا من السيارات طبعا. الاستاذه مروه عرضت على الاستاذ مرسوم وكانت لهم فكره يعني ان انا بقى لي استوديو عشان يعني بيد الرقص والخفيف يعني في الفيلم دول. انا اصلا بمثل من زمان مرسوم بس بقالي فتره ما مثلتش بس، فجيت والاستاذ مرسوم عرض عليا ما تربطتش طبعا، قلت ده ريسك جامد جدا ان انا عامل استعراضات صريحه من الممثلين تمام، يعني مفيش تفاصيل بيتدخلوا معانا في المعرض بس. فطبعا كانت تجربه قويه جدا والحمد لله حسيت اعجاب الجمهور يعني. اولا منورنا مبسوطين جدا ان انتم المسرحيه طبعا علينا مسؤوليه. احنا مسرحيه اخلاقيات هنا